الله المقدر الذي سبق منه التقدير للأشياء. يأتي عند بعض الناس تساؤل يبعثه الوسواس فيهم، يقول إذا كان الأشياء مقدرة فلماذا نعاقب على المعاصي والذنوب؟ نقول نعم، تعاقب على المعاصي والذنوب لأنها مقدرة، ولأن العذاب مقدر، ولأن المقدر قدر لك اختيارا في تقديره، أعطاك إياه تفعل به ولا تفعل، هو قدر هكذا. وأي عاقل في الدنيا ما يفرق بين حركة اختيارية وبين ارتعاش للمرض؟ في حد ما يفرق بين هذا؟ ما عنده عقل اللي ما يفرق بين هذا، خلاص. لهذا أنت مخاطب، لهذا أنت معاقب، وكذلك أنت مثاب. هم يقول ليش أثاب؟ هو قدر. لا لا، يقول ليش عاقب بس، ما يقول ليش أثاب. لعاب لعاب، ما يقوم كلامه على عقل ولا منطق إلا على بس وسوى كلام غير صحيح. يقول له تثاب وتعاقب بتقديره، ها، وأعطاك اختيار بتقديره، وتختار بتقديره، خلاص كله دخل في التقدير من عند ربك. وبعدين لا حجة لك، فلله الحجة البالغة. ويذكر أن إبليس قال ربي قدرت علي الإباء عن السجود لآدم فلما عاقبتني عليه؟ قال متى علمت أني قدرت عليك ذلك؟ قبل أن تاب وتمتنع عن السجود، وبعد أن أبيت وامتنع؟ قال بعد. قال بها أخذتك أنت أعطيتك أن الاختيار تسجد ولا تسجد، فاخترت ذلك، يعني سبق في علمي أنك تختار ذلك وتقدر، فطردتك، ما لك دخل فيما قدرت أنا؟ أنت الاختيار اللي أعطيتك أنت مخاطب به فقط، وما لم يكن لك فيه اختيار لا يكلف الله نفسا إلا وسعه إلا ما آتاه. فيجون في وسعهم وما آتاهم، يقولون الخيرات يعطينا احنا ثواب، السيئات يعاقبنا له، ليش؟ يقول المقدر، كله مقدر، ذا مقدر ذا مقدر، هو اللي أعطاك الاختيار، أنت ما تفرق بين ما تختار وما لا تختار؟ كان واحد يسأل سيدنا علي، يقول له ما هو التخيير والتسيير عند الإنسان في إيش يقدر، ما هو مقدر عليه، ما هو المخير فيه؟ الرجال كان قايم، قال سيدنا ارفع رجلك، رفع رجله، قال ارفع الثانية، ما يقدر، قال ما أقدر، قال خسر، هذا جوابك. ما تشوف بعينك، ما فيك عقل تشوف إيش أنت مختار فيه، وأنت وشيء ما تقدر عليه ولا أنت مختار فيه، ما فيك عقل تشوف. والحق ما يؤاخذكم إلا على الأمور التي جعل لكم فيها اختيار جل جلاله، ومع ذلك هو إله، لو أراد من دون اختيار منكم يعاقبكم ويعذبكم، إله ما لحد حق شيء فيه. في حد إله ثاني بيجي يقول لي ما، ولا ما في حد إله ثاني وصل هو الإله، ومع ذلك هذا من فضل أعطاكم الاختيار وأعطاكم الإنذار، وقال وما كنا معذبين حتى نبعثه. هذه أشياء كلها بتفضل منه، وإلا هو إله يفعل ما يشاء، ما في إله ثاني يقول لي ما، لما علي وعليك، نعم نحن عبيد مخلوقين ما كنا موجودين، لكن هذا إله في حد يقول لي ما؟ هذا بيجي عندك في كلام الحداد، لو لم وكيف، قول ذي الحمق، واحد أحمق ما يعرف من هو ولا لما خلق ولا من خلقه، هذا أحمق يقول لو لم وكيف.